نحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، ونقدم لكم حلقة جديدة من ضيف التحرير، وفيها نضع تحت المجهر العلاقات المغربية الأردنية، والتي تعززت اليوم بافتتاح المملكة الأردنية الهاشمية لقنصلية عامة لها في مدينة العيون بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. هذه الخطوة الأردنية جاءت كترجمة فعلية للموقف الأردني الثابت والداعم لمغربية الصحراء ولنوعية العلاقات المتميزة التي تجمع بين الرباط وعمان ومنذ عقود خلت. للحديث عن هذا الموضوع أرحب باسمكم مشاهدينا بالسيد عامر السبايل، المحلل السياسي المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، والذي ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان. أستاذ عامر، أهلا ومرحبا بك على شاشة ميديا أن تي في. أستاذ عامر تسمعني؟ ما في صوت. نتمنى معالجة هذا الخلل الفني. إذن كما قلنا سينضم إلينا المحلل السياسي عامر السبايلة من العاصمة الأردنية عمان للحديث أكثر عن افتتاح الأردن لقنصلية عامة لها في مدينة العيون، والتي جاءت كما قلنا ترجمة فعلية لموقف المملكة الأردنية الداعم والثابت من قضية الصحراء المغربية، وأيضا لكل التحركات المغربية بما فيها إعادة الحركة لمعبر القرقرات قبل أشهر قليلة، وبالتالي كان هناك دعم أردني منقطع النظير، وأيضا الزيارة التاريخية التي كانت للعاهل الأردني سنة 2019 للمملكة المغربية وما نجم عنها من اتفاقيات ثنائية على المستوى الثقافي والسياسي وحتى الاقتصادي، وبالتالي هناك علاقات متميزة تعود جذورها إلى التاريخ، وهناك أيضا وحدة رؤى. هذا ربما ما يميز العلاقات ما بين الرباط وعمان، أن هناك رؤى موحدة من مجموعة من الملفات الحساسة، سواء تعلق الأمر بالشأن العربي أو حتى الدولي. على سبيل المثال الحصر في الشأن العربي، القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، يتفق الأردن مع المغرب على هذا الطرح. أيضا هناك مواقف أخرى ثابتة من التحالف العربي العربي، دعم الدول العربية لبعضها البعض، على سبيل المثال دعم دول الخليج العربي في أمنها القومي في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا قضايا أخرى تتعلق بالشأن الدولي، كما أن المملكة الأردنية والمملكة المغربية يشكلان نموذجا لدول فيها التسامح وفيها حوار للأديان وفيها التعايش السلمي ما بين مختلف الطوائف. وهنا ربما يعني نظرة من العالم ككل صوب عمان والرباط كنموذج يحتذى في هذا المجال، وبإمكانهما أن يكونا على طاولة الحوار مع مجموعة من التحالفات أو حتى الاتحادات والدول العظمى فيما يخص محاربة الإرهاب. لا أعلم إن استعدنا ضيفنا من عمان. زملائي الأعزاء تسمعني أستاذ عامر الآن؟ أستاذ عامر مساء الخير مرة أخرى. للأسف لازلنا يعني لا نتمكن من التواصل مع ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان. على العموم نتمنى أن يكون هناك حل لهذا المشكل. نواصل وإياكم مشاهدينا الحديث عن هذا الملف الذي سنضعه تحت المجهر اليوم. كما قلنا سنتحدث عن افتتاح القنصلية الأردنية في العيون، والتي لا تعتبر القنصلية العربية الوحيدة، بل هي تنضم إلى قنصليات أخرى سواء كانت عربية أو حتى أفريقية، في دعم دولي ثابت ومتكرر للمملكة المغربية في قضية الوحدة الترابية. نذكر على سبيل المثال الحصر الدول التي سبقت الأردن في افتتاح قنصليات لها في هذه المدينة، منها أكيد الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بالإضافة لمجموعة من الدول الأفريقية، الجابون، الكوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، مملكة سواتيني، ساو تومي، وغيرها من الدول. نحدثكم فقط بما أننا نشاهد الصور الآن لكل من وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة وأيضا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. كان هناك مؤتمر صحفي في مدينة العيون، وتم من خلال هذا المؤتمر الحديث عن هذه الخطوة الأردنية، التي قال أيمن الصفدي بأن المملكة الأردنية كما كانت وستبقى إلى جانب المملكة المغربية في الدفاع عن وحدتها الترابية. وقال الصفدي بصريح العبارة بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية هو مقترح جدي وواقعي وعملي، وينسجم أيضا مع الشرعية الدولية. أعتقد بأننا الآن باستطاعتنا التواصل مع ضيفنا الكريم السيد عامر السبايل، المحلل السياسي المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. أستاذ عامر تسمعني الآن؟ نعم الآن أسمعك. أهلا ومرحبا بك من جديد على شاشة ميديا أن تي في. إذن بدون مقدمات، الأردن أكد مرارا وتكرارا على موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهذا الموقف ترجم اليوم على أرض الواقع من خلال افتتاح قنصلية أردنية في مدينة العيون. كيف تنظر
إلى هذا التحالف الاستراتيجي الذي بني منذ سنوات ربما بين المملكة المغربية وأيضا المملكة الأردنية؟ يعني هو تستطيع أن تصنفه أنه تحالف ثابت على مدار السنين الماضية، يعني لم تشهد العلاقة الأردنية المغربية أي تراجع في حجم هذه العلاقات، لا بل على العكس اليوم هي تتطور لتصبح أيضا ضمن إطار أعمق تنسيق، لا بل يمكن تصنيفه اليوم أن الأردن ينتقل مع المغرب ليصبح في ضمن شراكة استراتيجية. اليوم الأردن يدرك تماما أن موقفه مع الداعم لسياسة المملكة المغربية هو بالنسبة له أيضا ضمان، لأن هناك مواقف مشتركة وهناك واضح أن الأردن والمغرب بدأوا ينسقوا خطوات متطورة ليس فقط على صعيد العلاقة بين الطرفين، بل على الصعيد العربي وعلى صعيد يعني معظم قضايا الشرق الأوسط. فعندما نصنف اليوم هذه العلاقة بين مملكتين بين عائلتين لا ننسى أنها يعني علاقة حميمية فعليا بين الملك عبد الله والملك المغربي، وصفه في العام الماضي بابن عمي، وبالتالي يعني هو تتحدث وصف عن وصف قديم ربما أستاذ عامر، يعني حتى الملك حسين والحسن الثاني رحمه الله، يعني الملك حسين في كتاب مهنتي كملك كان يصف الحسن الثاني بابن عمي، فأصلا هناك علاقة بنسبهم للرسول الكريم، وبالتالي من جيل إلى جيل، واليوم تترجم هذه العلاقة بصداقة بأخوة وبتشاور مستمر وتنسيق وتواصل مستمرين بين الملك عبد الله الثاني وأيضا الملك محمد السادس. هو بلا شك، لكن هو عندما نطلق لمفهوم شبكة استراتيجية هذا المصطلح مجددا ونؤكد عليه نقول أننا نقف في صف واحد، وبالتالي نتطلع الآن إلى ترجمة خطوات أكبر. يعني الأردن قبل جائحة كورونا كان يتطلع إلى تعاون اقتصادي كبير، إلى تعاون وشركات حتى في قطاعات الاقتصاد والسياحة إلى آخره. نتمنى الآن أيضا عودة هذه العلاقات وزخمها في المرحلة القادمة، وأعتقد أن الطرفين اليوم يستفيدان من بعضهما، والأردن بالذات اليوم يرى في المغرب أو في المملكة المغربية يرى فيها أيضا داعم له على الصعيد العربي وحتى على الصعيد الدولي عندما نتحدث عن نقاط مهمة مثل القدس والوصاية الهاشمية. جميل أنك انتقلت إلى هذا الشق لأنه هام جدا. يعني وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش افتتاح القنصلية الأردنية اليوم خلال مؤتمر صحفي جمعه بأيمن الصفدي وصف العلاقة الأردنية المغربية بالنموذجية والتي يجب أن تكون بمثابة نموذج يحتذى في العلاقات العربية العربية. ما الذي ربما سيجمع بين عمان والرباط ليجعل من وحدة وجهات النظر بين البلدين بالفعل تلك العلاقة النموذجية التي تحدث عنها اليوم وزير الخارجية المغربي؟ بمعنى آخر، أين حقول تجسد هذا النموذج الذي لابد أن يحتذى في العلاقة العربية العربية؟ يعني أولا دعنا نتفق أن العمل العربي في السنوات الأخيرة تعرض إلى هزات كبيرة وأصبح نوعا ما ثقل أن تدفع بالقاطرة العربية نحو تعاون فعال، وبالتالي هذا النموذج الأردني المغربي اليوم هو نموذج أكثر رشاقة فعليا في فكرة التعاون بين بلدين، ويمكن اليوم أن تكون نواة لتوسع هذا العمل ليشمل دول أخرى، وبالتالي الأردن والمغرب يصيغان فعليا نموذج جديد للعالم العربي المشترك قد يكون مجدي تماما بالنسبة للطرفين. المساحات كبيرة للتعاون بين الأردن والمغرب، إذا ما افترضنا أيضا تعاون اقتصادي تعاون سياحي بين ربط الأردن والمغرب أيضا مستقبلا، إذا ما افترضنا موضوع القدس والزيارات الدينية مستقبلا، وبالتالي يعني عندما تتحدث عن الطرفين هنا يمكن أن تجد الكثير من المساحات المشتركة التي يمكن العمل عليها. سياسيا بلا شك النموذج المغربي يشكل دائما، لاحظنا في السنوات الأخيرة أنه تحول النموذج المغربي لنموذج مثال يحتذى به لفكرة الممالك وكيفية التعاطي مع التحولات الداخلية والتطورات، وكيف يتم التعاطي معها بأسلوب سلس تجنبا لأي تحولات سلبية، وبالتالي يعني كان هناك تعويل على فكرة الاستفادة من التجربة المغربية دائما في كيفية التعاطي مع التطورات السياسية الداخلية. الأردن أيضا يرغب
أو يستطيع أن يسخر علاقاته على المستوى الدولي وعلى مستوى الإقليمي أيضا لخدمة السياسة المغربية، خصوصا أن نتحدث عندما نتحدث عن المغرب والأردن نجد كثير من التصنيفات مشتركة سواء في فكرة الحلفاء أو في فكرة التعاطي يعني مع الأخطار والتهديدات وحتى التحديات، وبالتالي مخاطر المغرب هي نعم. إلى حد كبير يتبناها الأردن على أنها مخاطره ومصالحه، يعتبر الأردن مصالحه مرتبطة أيضا بمصالح المغاربية حتى في أماكن أخرى. تحدث قبل قليل أستاذ عامر عن أن هناك ملفات مشتركة قد يكون فيها وجهة نظر موحدة ما بين عمان والرباط، على سبيل المثال القضية الفلسطينية. نعلم أننا اليوم أمام إدارة أمريكية جديدة، يتعلق الأمر بإدارة جو بايدن الديمقراطية. نعلم أيضا كما تفضلت بأن المقدسات الفلسطينية في القدس تشرف عليها الوصاية الهاشمية عبر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، ولكن في الجهة الأخرى هناك قاسم مشترك، الملك محمد السادس هو رئيس للجنة القدس. ليس ببعيد وزيرة منتدى بلد الخارجية يوم أمس في القاهرة تؤكد على أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقا لحل الدولتين وفقا أيضا لقرارات الشرعية الدولية. كيف يمكن لوجهات النظر المتشابهة وأيضا لتلك الخصوصية في العلاقة مع فلسطين بالنسبة لعمان والرباط أن تفضي بنا مع الإدارة الأمريكية الجديدة إلى حلحلة الوضع على الأقل والعودة لطاولة المفاوضات؟ يعني هو هذا بلا شك الذي يعول عليه الأردن أعتقد، والعلاقة الاستراتيجية مع المغرب في بهذا الجزء هي مهمة جدا بالأردن بصفة أنها تشكل بناء لفكرة الرؤية العربية لموضوع القضية الفلسطينية ولتشكيل فريق عربي قادر أن يضع أيضا رؤيته لفكرة هذا الصراع ولفكرة وجود هذا الحل، خصوصا أن السنوات الماضية شهدنا تفرد من قبل إدارة الرئيس ترامب بفرض رؤية أحادية لنقل. اليوم يعني هذه الفكرة أولا في صياغة مفهوم القدس ومفهوم المقدسات وكيفية التعاطي معها، اليوم الموقف المغربي هو الموقف الأهم بالنسبة للأردن. الجزء الثاني هو النواة التي يمكن تشكيلها بين الأردن والمغرب الآن وتوسيع دائرة هذه النواة لتشمل أيضا حلفاء عرب آخرين يدعمون تصور واضح المعالم عملي وعقلاني لفكرة العودة إلى المفاوضات وتقديم لهذه الإدارة الأمريكية على الأقل في المرحلة المقبلة حلول عملية يمكن تطبيقها وبالتالي تسهيل عملية دفع قاطرة السلام. لهذا أعتقد أن هذا التنسيق وهذه المشتركات المهمة بين الأردن والمغرب يمكن أن تشكل فعليا النواة الأساسية لبناء رؤية عربية جديدة تستطيع يعني أن تغري هذه الإدارة الأمريكية في تبنيها أو نعم. في دفعها أو في دعمها. نعم، أيمن الصفدي أيضا يعني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني في مدينة العيون أكد على التواصل المستمر بين الملك عبد الله الثاني والملك محمد السادس، وأيضا في الوقت نفسه تحدث عن تنسيق مستمر بين الرباط وعمان لتحديات، وأبرز ما فيها هو تحديات أمنية، تحديات تتعلق بالأمن والاستقرار وأيضا بالتنمية. لماذا تخصيص الأمن دائما وأبدا يتم الحديث عن الأمن والاستقرار وأيضا يتم ربطها بالتنمية؟ هل بالفعل الأمن هو محرك مباشر لعملية التنمية؟ وما هي الهواجس الأمنية ربما أستاذ عامر لكل من الرباط وعمان؟ يعني أولا دون أمن لا يوجد أي شيء، يعني تستطيع أن تتحدث عن تنمية ولا تتحدث عن اقتصاد ولا حتى عن دور طبيعي يمكن أن تعيشه هذه المناطق. الأمن هاجس مهم لأننا رأينا على الأقل في السنوات العشر الأخيرة تحول فكرة التهديد الأمني وانتقال كثير من التنظيمات للعمل عابرة للحدود وللعمل على إسقاط أنظمة أو على توطين نفسها في أراضي تابعة لأنظمة كما رأينا بوضوح في العراق وسوريا إلى آخره. الأردن يعتقد وآمن أن الأمن والاستقرار المغربي هو أساس. هناك إدراك أن المغرب كان يتعرض لكثير من هذه الضغوط والتهديدات وحتى في بعض الأحيان المؤامرات، وبالتالي يعني الوقوف إلى جانب المغرب تجنب مثل هذه السيناريوهات كان مهم بالنسبة للأردن. الحفاظ على الأمن الإقليمي العربي هو من أولوية أيضا بالأردن، فما
بالك عندما تتحدث عن شريك استراتيجي بالنسبة للأردن كالمغرب. فأعتقد يعني أن اليوم ما يجري في المنطقة الإفريقية خصوصا بعد سقوط ليبيا وما شهدناه والتحولات التي تحدث اليوم في الصومال وموريتانيا وإلى آخره، كل هذه التهديدات لابد من التعاطي معها بحذر، وبالتالي تدعيم دائما موقف المغربي والتنسيق الأمني بين الطرفين هو أساس لدرء كل هذه المخاطر. نعم. ويعني في سياسة وقائية مشتركة بين الطرفين. نعم، هناك دعوة أردنية مغربية واضحة تكررت ربما اليوم أيضا من قبل كل من ناصر بوريطة وأيضا أيمن الصفدي من أجل تفعيل العمل العربي المشترك. بالفعل يعني نحن نعلم بأن جامعة الدول العربية ربما في حالة ركود وسكون وفقا لتطورات عدة عرفتها منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد والعالم العربي بشكل عام، وأيضا بالنسبة للمملكة المغربية التي تتواجد في شمال أفريقيا. أستاذ عامر، اتحاد المغرب العربي هو الآخر في مرحلة سكون بسبب تعنت بعض الأطراف، والكل يعرف من يضع ربما الشوكة في القدم أو حتى يضع العصا في العجلة لكي لا تتحرك عملية بناء اتحاد مغاربي قوي من ناحية اقتصادية وأيضا سياسية وأمنية وأمور أخرى. فهل اليوم أصبح وقت تحالفات ثنائية وقد يتم بعد ذلك بناء تحالفات أكبر على سبيل المثال ما نراه اليوم بين عمان والرباط؟ يعني هذا ما أشرت إليه في البداية في فكرة أن وصول يعني على الأقل تركيبات العمل المشترك الإرث السابق وصل إلى نقطة يعني نستطيع أن نصنفها أيضا بصدامات لا يمكن أن تدفع بهذا العمل بطريقة إيجابية، وبالتالي تغيير هذا التكتيك تغييره عبر فكرة إيجاد قواسم مشتركة بين دول لم تشترك فعليا في اتحادات مباشرة، يعني تجمع المغرب والأردن جامعة الدول العربية لكنها ليس هناك اتحاد مباشر أو تركيبة مباشرة. لهذا أن القفز اليوم بهذه الطريقة وإيجاد قواسم مشتركة وإيجاد حالة ارتباط إيجابي بين هذه الدولتين يشكل بلا شك تحول لافت، وقد يكون بمثابة ضخ دماء جديدة لفكرة العمل المشترك، مما يعني أن هذه يشكل حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه مستقبلا لإعادة تفعيل نوع جديد ونمط أكثر ديناميكية للعمل العربي. ربما شاهدنا نوعا ما تحالفات عربية أو أحلاف عربية بدأت تنشأ منذ 2017 فما فوق، يتعلق الأمر بقد نقول الخليج العربي زائد الأردن أو الخليج العربي زائد المغرب، وكان هناك قمة أردنية خليجية وقمة أخرى مغربية خليجية، وأنت تعلم يعني في الشرق الأوسط وفي منطقة الجزيرة العربية مجلس التعاون الخليجي يوصف بآخر قلاع العمل العربي المشترك. كيف تنظر لمستقبل تلك العلاقات المنسجمة المتوافقة في الرؤى ما بين المملكة المغربية والأردنية من جهة وأيضا مجلس التعاون الخليج العربي؟ يعني هو بلا شك ما جمع هذه الدول ليس فقط العلاقات الخارجية بل القوية بل أيضا النمط، يعني عندما وصفت بنادي الممالك التي تعتبر أن وحدتها والحفاظ على نموذجها هو أساس في فكرة يعني الاستقرار والديمومة وحتى العمل المستقبلي. هذه يعني ستبقى موجودة، لا يمكن القفز عنها، لكن أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى تفكير يخرج أيضا من نمطية فقط شكل وطبيعة الحكم. أعتقد أننا اليوم البحث عن النقاط المشتركة المفيدة للطرفين. التحالفات اليوم تبنى على فكرة الاستفادة لجميع الأطراف، لهذا أعتقد أن مثل هذه الخطوة الأردنية المغربية يمكن أن تؤسس لشيء جديد ويمكن أن تدفع كثير من الأطراف للنظر بطريقة مختلفة. أيضا لابد من دفع الأمور إلى الأمام حتى اقتصاديا بالنسبة لجميع الأطراف. إذن البحث عن سياسة الكسب للجميع هو اليوم أساس فكرة البحث عن العلاقات سياسة المصالح المشتركة. طيب أنا أريد أن أستفيد من تواجدك معنا أستاذ عامر، كيف تنظر إلى حال منطقة المغرب العربي؟ يعني تحدث عن الاستفادة، عن المنطق في العلاقات وعن الربح المشترك ربما أو سياسة يتبعها المغرب في سياسته جنوب جنوب، يعني رابح رابح في تعامله مع مجموعة من الدول الأفريقية. أمامك منطقة مغاربية فيها الكثير من المنافع ربما في مجال التبادل التجاري، أنتم في الشرق الأوسط كيف تنظرون لواقع اتحاد المغرب العربي لتلك المشاكل والنزاعات المفتعلة التي يعني يفتعلها الطرف من أجل عدم وحدة الرؤى وأيضا وحدة المصير ما بينها هذه الدول لأسباب ربما لا تتعلق لا بالتاريخ ولا حتى بالجغرافيا؟ يعني هو بلا شك ما تملك دول المغرب العربي من موقع جغرافي من ثروات من حتى من عوامل بشرية هو يشكل بلا شك
فرصة كبيرة لإحداث نمو هائل في هذه المناطق. نعلم تماما ما جرى وما كان يجري وما يتم العمل عليه فعليا، لكن المغرب اليوم يثبت أنه تجاوز كل هذه المخاطر التي كانت تسود في الفترة الماضية. كانت هناك رهانات على إضعافه، أثبت اليوم أنه يخرج أقوى، يستطيع أن يفرض نموذج محترم يحتذى به، نموذج يعني يستقطب الجميع، وبالتالي اليوم هو يشكل أيضا فرصة لدول الشرق الأوسط لإيجاد فرص اقتصادية. اليوم الاقتصاد سيكون هو عنوان التحدي الاقتصادي، خصوصا بعد جائحة كورونا سيكون العنوان الأساسي، الفقر، البطالة، التنمية. لهذا أعتقد أن معظم الدول اليوم لا تستطيع أن تفكر فقط ضمن حدودها الجغرافية. نعم، ولكن أستاذ عامر يعني أعتذر على المقاطعة، تتحدث قبل قليل وقلت بأن الأمن هو ربما القاعدة الأساسية السليمة لأي نشاط بشري، كان اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي. واليوم لدينا يعني في المغرب الشقيقة الجارة الجزائر على سبيل المثال للحصر، تقوم بدعم جماعة انفصالية أو جبهة انفصالية لا تساعد على استتباب الأمن في المنطقة، وبالتالي عن أي نمو وتنمية نتحدث في المنطقة المغاربية. وهذا الشقيق العربي الجار في الداخل لديه حراك شعبي مشتعل الآن يطالب بدولة مدنية لا عسكرية. فاليوم لدينا رؤى مختلفة وفيها مصالح شخصية ضيقة تضيع ربما على مناطق عربية جغرافية عدة منافع كثيرة قد تنعكس على الشعوب في المستقبل، وفقا لما تفضلت به لغة المصالح. يعني هو يعني دعنا نتفق أولا أن الأمور لا يمكن في السياسة أن تبقى كما هي، التحولات هي يعني أمر حتمي، كيف تتعاطى معها؟ يعني السياسة الجزائرية كانت سياسة منغلقة، كانت سياسة نوعا ما لم تساعد في فكرة ما كنا نتحدث عنه، عمل مشترك على المستوى المغاربي وتبادل ثروات. اليوم تتحدث عن واقع في الجزائر، يعني على الأقل يجعل الجزائر مشغولة في وضعها الداخلي أكثر من وضعها الخارجي، وبالتالي يعني هناك استحقاقات داخلية، هناك تحولات لابد أن تفرضها، لأنك في النهاية لم تعد تستطيع أن ترضي شعبك، وبالتالي لابد من تغيير هذه السياسات ولابد من التفكير بطريقة مختلفة. فأعتقد أن إرث الماضي اليوم أصبح على المحك، ويمكن يعني أن يتحول إلى عبء على المنظومة الحاكمة إذا ما استمرت به. أعتقد أن اليوم يجب إحداث تغيير أيضا في نمطية التفكير، التجاوز عن أخطاء الماضي هو أساس اليوم، البحث عن فكرة التشاركية والبحث عن المصالح المشتركة أهم بكثير من فكرة الانغلاق وفكرة العداء. يعني تصدير العداء اليوم هو سياسة تنعكس على الداخل في الجزائر، لا يمكن أن تبقى مغلق، لا يمكن لهذه الثروات الكبيرة أن لا يستفيد منها شعبها. وبالتالي يعني إذا سمحت لي يعني أو إذا سمح لي حتى أنا أتدخل في هذا الموضوع، أن أقول لابد أيضا لهذه الثروات أن تنعكس على الواقع التنموي لهذه المجتمعات. لهذا أعتقد أن ربما هذه هي مطالب الحراك الشعبي اليوم في الجزائر. يعني الكل من مختلف الفئات المجتمعية يطالب بأن يكون هناك الأموال الجزائرية تصرف على الجزائريين، وأيضا يطالب بدولة مدنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بقي لي محور أخير وفيه يعني وقت قصير جدا، قواسم مشتركة تربط المملكة الأردنية والمملكة المغربية، وربما هذين البلدين يعتبران رمزا للتعايش والتسامح بين الأديان، والغرب يعرف ذلك بشكل جيد. هل هذا الجانب اليوم الذي يمثل الإسلام المعتدل مستعد ليكون محاور رئيسي على طاولة أمريكا مثلا والاتحاد الأوروبي فيما يخص قضايا الإرهاب والأمن، ونحن نعلم بأننا ننتمي لمناطق عربية إسلامية مشتعلة نوعا ما؟ يعني هو في النهاية هذه النماذج إذا لم يتم تقويتها سيكون البديل واضح، هو بديل متطرف وبديل عدائي. لهذا أعتقد أن النموذجين على الأقل يحاولوا أن يرسموا فكرة جديدة وصياغة نوع جديد من طبيعة التعاطي أيضا مع الموضوع والشأن الديني. لهذا أعتقد أن القيمة الدينية الموجودة لدى العائلة الحاكمة في الطرفين تشكل نقطة أساسية لفكرة الانتقال إلى التعاطي مع هذه المسائل بصورة إيجابية. المرجعية الدينية لها قيمة كبيرة في هذا الموضوع، النموذج بصفته نموذج غير متشدد يقبل الآخر، ولابد من العمل عليه وتوسعته وتحويله لنموذج يسود في كثير من المناطق، وبالتالي
يعني إفراغ فكرة العنف والإرهاب من أي شرعية لجماعات مختلفة أو لأطراف أخرى. فبالتالي أعتقد نعم إذا استطيع أن نعول على هذا النموذج أن يكون أساس يمكن الاعتماد عليه حتى على الصعيد الدولي وتحويله إلى رسالة يعني تصيغ فكرة الرسالة الدينية كرسالة عمان مثلا، يعني أحد النماذج. أعتقد أنه لابد من النظر أيضا في تطوير كثير من الأمور، نظرا أن نتحدث أن المنطقة بدأت تفتح اليوم أو تنفتح على فكرة احتواء الجميع، وباعتبار أن لا تكون الأديان هي أداة لتصفية الآخر أو للقتل، بل على العكس تماما قبول الآخر بالرغم من الاختلاف وبوابة للحوار رغم الاختلاف. كما تفضلت الأستاذ عامر السبيلة المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمنية أو الدراسات الأمنية والاستراتيجية، كنت مباشرة معنا عبر الإنترنت من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، لكم أجمل تحية أينما كنتم، وإلى اللقاء.